السلام عليكم. هناك أشخاص لا يستطيعون أن يروا ولا يتحملوا أن ينظروا إلى دجاجة وهي تذبح، وأنا منهم. لكن كثير من هؤلاء الأشخاص الذين كانوا غير قادرين على رؤية الدجاجة تذبح أصبحوا فيما بعد يذبحون بشر موجودين في عالمنا العربي والإسلامي، وعاصرناهم رأي العين. كيف تحولوا هؤلاء من أناس طيبين وبريئين وأناس لا يحبون رؤية الدم إلى قتلة من الدرجة الأولى، وليس قتل دجاج أو ذبح دجاج بل ذبح بشر وغيرها؟ كيف تحولوا إلى قتل وهناك الكثير من الناس يقول لهم أنتم أبطال، أنتم مجاهدين، هذا قتل مبرر، هذا شرف، هذا بطولة؟ الحقيقة في المنطقة اللي كنا نسكن بها في بداية السقوط كان هناك صبي يعني تقريبا عمره 13 سنة، كيوت، هادئ، لطيف جدا. وإذا بتدور الأيام وإذا يصبح هذا، رغم أنه يعني فرق 3 سنوات 4 ليس أكثر، 17 سنة أصبح أو هيجي، أصبح قتال قتلة، أصبح يعني يتكلمون عنه أنه يعني في الحرب الأهلية اللي حصلت بالعراق أنه أول شخص قتله وهو يمسك المسدس لم يستطع أن ينظر إلى وجهه، ثم فيما بعد أصبح لا يستطيع أن يرتاح إذا لم يقتل، إذا لم يقتل إنسان مثله، مختلف معه بالعقيدة والمذهب أو أي شيء. طبعا هناك تقف وراء حزمة كبيرة من رجال الدين يبررون هذا الأمر لكل الطرفين، لا تصور أتحدث عن طرف واحد. ثم في بعد هذا نفس الشخص الصبي اللي أتكلم عنه واللي أصبح مجرم قتل، كيف أصبحوا الناس قتلة خصوصا في الحروب وفي الحروب الأهلية وفي المعارك على مر التاريخ، كيف يصبحون يستسهلون القتل، قتل إنسان، هذا اللي يسموه بالمسيحية بنيان الله يهدمه بلحظة واحدة. يقول الشاعر الفرنسي أحد الشعراء الفرنسيين إن تحديد الأعداء والأصدقاء والتحقق منهم يشكل آلية ضرورية قبل شن الحرب. يجب أن نعرف أعداءنا منه، أصدقائنا منه، نستطيع أن نتغلب عليهم، ندرسهم بالكامل. عند انتهاء النزاع يحتسب المتنازعون الحصيلة السلبية، هؤلاء انقتل منهم كذا وخسروا كذا، هؤلاء انقتلوا منهم كذا وخسروا كذا، بعد أن حب عمك حب خالك كما نقول بالعراقي. يستمر نفس الشعر يقول: لقد كانت الحرب أسوأ الحلول، الحرب حماقة. يقول: لقد كانت الحرب أسوأ الحلول لكن الناس خضعوا لها. ومن المنطقي أن نحاول فهم العجرفة الحربية التي تدفع الناس إلى أن يقتل بعضهم بعضا بطريقة شرعية، إلا ربما الدين يحللها، الأيديولوجيا تحللها، القومية تحللها وغيرها. يقول هذا الشاعر ذلك أن الحرب ترخيص ممنوح شرعيا لقتل أناس لا نعرفهم، ما عندنا مشكلة وياهم أبدا لكن نضطر نقتله أو يقتلنا. يقول: أحيانا نعرفهم كما في الحروب الأهلية، أبناء بلد واحد لربما كانوا يشكلون فريق كرة قدم وإذا بهم يشكلون فريق للقتل، فبدل أن تدحرج كرة القدم تحت أقدامهم تتدحرج الرؤوس تحت الأقدام. يقول هذا الشاعر الفرنسي: لكنهم يتحولون فجأة إلى طرائد يجب تعقبها والقضاء عليها. بالنسبة للحرب الأهلية اللي كانوا أصدقائهم يتحولون إلى طرائد يجب قتلهم. الحقيقة حلقة اليوم لكتاب عجبني اسمه صنع العدو، أو اسمه أيضا كيف تقتل بضمير مرتاح، لبيار كونيسا، هذا أحد الكتاب الفرنسيين أعتقد. الحقيقة أنه الاتحاد السوفيتي اللي تأسس سنة 1922 بعد الحرب العالمية الثانية 1945 أصبح قوة منافسة للعالم الغربي، أصبح هو المنافس، حرب الباردة. سنة 1991 عندما انتهى وتفكك الاتحاد السوفيتي، أحد المستشارين الدبلوماسيين لميخائيل غورباتشوف آخر رئيس الاتحاد السوفيتي قال عبارة يعني وجه كلامه للعالم الغربي، قال: سنقدم لكم أسوأ خدمة، سنحرمكم من العدو، راح نتفكك وننتهي، لا يوجد عندكم أي عدو.
سنرى أن العدو مهم للدولة، للقبيلة، للمجتمع، من أجل أمور زيادة التراص، التكاتف المجتمعي. نعم، عندما تأتي للحروب اليوم هي تختلف عن الحروب في السابق. الحروب اليوم نستطيع أن نسميها حروب ديمقراطية، تحتاج بالبداية إلى تعبئة الرأي العام، عكس الحروب السابقة عندما يريد الملك أو الخليفة أو أي كان بدون أي، ما يحتاج أن يبرر للناس. لا، الحروب اليوم يجب حروب ديمقراطية، يجب أن يبرر للشعب أو حتى الدول العالم. إذن عندما نطلع على هذا الكتاب سوف نجده يدور حول كشف طريقة صناعة المسوغ الداخلي للشعب والدافع من أجل الاطمئنان عند فعل قتل الأعداء من الجبهة الداخلية وكذلك الخارجية، سواء كان هذا القتل ديني، قومي، أيديولوجي أو سياسي أيا كانت. إضافة إلى أن الكتاب بالكامل يحلل لك العوامل التي تتيح للقاتل المحارب أن يكون مرتاح الضمير عندما ينخرط في قتل أناس لا يعرفهم، عندما ينخرط في قتل عدو إنسان أثناء الحروب. نعم، كتاب رائع جدا، دور معظم صفحاته تحليلاته حول كيفية صناعة العدو، بمعنى الطريقة التي تجعل العنف مقبول ومستساغ ومبرر بل شرعي، لأن العدو يؤدي دور جدا مهم للمجتمع. العدو يؤدي دور اجتماعي، يؤدي دور سياسي للمجتمع، بالمجتمعات المعاصرة أقصد، سواء من حيث كونه عامل يسهر لك الأمة، يسهر لك الأمة يوحدها، كما مثلا في أوكرانيا سوف تجد أن الأوكرانيين قلب واحد على سبيل المثال، أو أي بلد يتعرض إلى حرب يؤكد انتمائهم للوطن، يؤكد قوتهم، يؤكد الأواصر المجموعة بيناتهم، أو حتى من خلال دور العدو في تشكيل مخرج للسلطة السياسية. هناك بلدان تواجه كثير من المصاعب على الصعيد الداخلي، الحرب تكون لها منفذ. يعني على سبيل المثال إيران بالحرب العراقية الإيرانية وجدت منفذ لها الحرب العراقية الإيرانية بسبب صدام الأرعن اللي بدها هاي الحرب، وإذا هي الحرب تكون مكسب لإيران أنه الثورة الإسلامية ترسخ أقدامها في هذا المجتمع وتكون متنفس لهم. كثير من الدول تجد متنفس لها، الحرب تخرجها من أزمات كثيرة، أنت لا تستطيع أن طالب بخدمات وطالب باقتصاد جيد وطالب بسعر صرف لعملتك جيد أنت في حالة حرب، بل أنت مطالب منك أن تتبرع أو تقاتل وهكذا. إذن هكذا يمكن اعتماد استراتيجية ما على قتل إنسان خصم، على قتل إنسان عن طريق ماذا؟ عن طريق تشريعات وتبريرات، ولكن بنفس الوقت ممكن تكون هناك استراتيجية بحرمان العدو أو حرمان شعب أو حرمان سلطة من العدو. كيف هذا الحرمان؟ حرمان أنه لا يوجد عدو، وبالتالي سوف تكون أسوأ خدمة تقدمها للخصم. دول كثيرة لربما ترغب في شن حروب من أجل أن تتخلص من أزماتها، لكن ما تجد عدو مناسب، يا أما أقوى منها، يا أما ظروف ما تسمح أنه تدخل حرب وغيرها. أمم متحدة، الدول الكبرى تلجمها عن هذا الأمر. إذن ليس كما في السابق كان الملك أو الخليفة هو اللي قرر يدخل الحرب. أبدا، الملك لم يعد هو صاحب القرار في الدخول في الحرب أو حتى في السلم منذ انتصار الثورة الفرنسية. لا، أصبحت لابد من تحشيد متصاعد المن للرأي العام بهدف نجاح عملية الحرب أو السلم كلاهما. قرار الحرب يحتاج إلى تحشيد وموافقة شعبية، ونفس الوقت قرار السلم، لأنه أنت محتاج إلى تصنيع، أنت محتاج إلى تكاتف، أنت محتاج إلى تضحية من الشعب. إذن هذا عمل أساسي سوف يكون على الدولة أن تحسب له حساب. نعم، تفسير الحروب باعتبارها مثلا حاليا كثير من الناس يكتبون مقالات أو رأيهم أنه هذه الحروب اللي تقع بالعالم هي لعبة من العالم الغربي من الرأسمالية من أجل تصدير السلاح، وكأنه فقط أمريكا والعالم الغربي هو اللي صدر السلاح، هو ما يعرف أن الصين صدر أسلحة أكثر من بقية
الدول الرأسمالية مجتمعة، كوريا تصدر الشمالية أسلحة وتبيع، كل الدول حتى أوروبا الشرقية تبيع أسلحة وتصدرها. وبعدين خلي بالك نقطة مهمة، أنه الدول ما عايشة فقط على تصدير السلاح، بالعكس عندما تحدث حرب كثير من المعدات الطبية والإنسانية والإنشاء والبناء والسيارات سوف لن يتم استيرادها. على سبيل المثال إذا أي رأس مالي، وهذا يصور أن الرأس مالية يعني ما عندهم لا مصانع إنتاج سيارات ولا معدات ولا أي شيء، فقط يصنعون السلاح ويفكرون طريقة كيف يصدرون هذا السلاح للمجتمعات اللي تتقاتل. لا، هذا حسب الكاتب يقول هذا تفسير سخيف اختزالي، يعني وبدأ هذا التفسير في معظم الحروب اللي حدثت بالقرن العشرين وحتى الآن قبل 21، الحروب التي تحدث الرأسمالية تصدر أسلحتها من أجل ما هي، لو صدر لك أمور مدنية أمور بالصناعة بالزراعة هي راح تستفاد أكثر. لذلك مهمة الباحثين والمحللين الاستراتيجيين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كانت في الدرجة الأولى أمر جدا مهم، إنشاء مفاهيم وأعداد أمور جديدة، إعداد أمور جديدة، تفكير جديد، كيف نستطيع أن نصنع عدو جديد في الدول التي تريد أن تدخل الحرب. إذن عندما تستطع لك عدو، أنت بحاجة إلى عدو، تحتاج إلى عدة أمور. أولها أن تنشأ أيديولوجيا، هاي أيديولوجيا كانت تكون دينية قومية، كانت تكون شيوعية أو اشتراكية أو غيرها، محددة موجودة داخل بلدك. ثانياً تصنع خطاب يسمع الجمهور كله، يعني توجه إلى الشعب أكمله، الفرس المجوس أتوا يريد يحتلون العراق وحاقدين وغيرها، أو الكويت تمد أمر أنابيب نفط صفحة تمد للعراق وتسرق نفطنا، أو يعني، وهذا سهل جدا. أو مثلا بوتين أنه أوكرانيا شكل قلق أو خطر علينا وكذا، خطاب بالبداية يتوجه لمن؟ يتوجه للشعب وحتى للعالم بأكمله. وبعدين استخدام صناع رأي، محللين دول اللي يسموهم، اللي يطلعون بالقنوات الفضائية ويبدون يلوكون بالأفكار ويبررون أنه هذا العدو خطر وأنه كذا، وأنه يسووها لطمية، يبدون يلطمون بالفضائيات حتى يورطون الشعب والحكومة وكذا. وقبل كل هذا ذاك امتلاك قوة من أجل تحقيق الهدف حتى يدخلون في الحرب المنشودة. نعم، على مدار 50 سنة، يعني من 1945-50 لحد 1991، يعني هي الحرب الباردة، كان تحليل النزاعات بين الدول التي تحدث هي أنه منطقة ثنائية القطب، دول تابعة للاتحاد السوفيتي تدور في فلك الاتحاد السوفيتي، ودول تدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هاي الحرب يعني هي هذا فقط بين قطبين. لكن انهيار الاتحاد السوفيتي حدثت حروب كثيرة ليس لها علاقة لا بالاتحاد السوفيتي ولا بأمريكا، فجعلت الباحثين والمفكرين يفكرون بأسباب أخرى إقليمية محلية. لماذا حدثت هذه النزاعات؟ مثلا يوغوسلافيا اللي تفتتت، الصومال، مثل رواندا، مثل ليبيا، لبنان، العراق، أفغانستان، غيرها كثيرة. فبدأوا، لماذا حدث الذي حدث؟ إذن هناك ظروف محلية ليس لها علاقة بقطبين يصارعون، وهذا قطب يدعم هذا البلد وهذا يدعم البلد، يدعم طرف في هذا البلد، هذا الآخر يدعم طرف آخر في هذا البلد. لا لا لا، إذن نستطيع أن نعرف العدو من عدة جوانب: فكرية، قانونية، اجتماعية. تعالوا بالبداية على الفكرية، نأتي نظريا. تذكرون بحلقات سابقة تحدثت فيها كثيرا عن الفيلسوف توماس هوبز، الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز يرى الحرب أمر طبيعي جدا، وأن الأصل في الإنسان هو النزوع إلى الشر، الإنسان مغروز بداخل النزوع إلى العنف، وأن هذا الإنسان ضبط يحتاج إلى من؟ إلى نظام، إلى ملك يحكمه، يقيده، يجبره على أن يكون ضمن النظام الاجتماعي. عبارته مشهورة توماس هوبز، يقول الإنسان ذئب الإنسان، والجميع
بدون نظام يضبطهم ويرجمهم في حرب ضد الجميع. هكذا يقول توماس هوبز. هذا بأكمله كلام توماس هوبز موجه كنقد علم الأرسطو اللي كان يرى أن الإنسان عبارة عن كائن سياسي أو كائن اجتماعي بطبعه، قال لا. وكما هو معروف أيضا أنه جان جاك روسو نقد توماس هوبز، نقد هاي الفكرة الموجودة عند توماس هوبز، نقدها وأوضح خطأها رأسا على عقب من خلال مرجعية زمانه جان جاك روسو. فقال أن الناس لا يكونون أعداء إلا في الوضع الظرفي للحرب بين الدول اللي يشاركون بها على اعتبارهم جنود أو ضحايا، قاتل ومقتول. وإلا لا توجد حرب في طبيعة الإنسان عدوانية مستمرة. إذن حسب جان جاك روسو الحرب ظرف طارئ على الإنسان، الإنسان بطبيعته مو عدواني، بالعكس الإنسان طبيعته طيب، لكن تحدث أمور يتحول إلى عدوان إنسان عدواني، تخلص هاي الأمور رجع طبيعته. نعم هناك مجموعة كبيرة جدا من مفكري الحرب العالمية الأولى والثانية، خلينا نسميهم حتى ما تلاها من حرب باردة، نظروا للحرب واعتبروا أن الحرب عادلة ينبغي أن يتم دعمها. لكن مع ذلك الفكر الاستراتيجي العسكري اللي نقول ما يناقش قضية عدالة أو ليست عدالة، لا، غالبا الفكر الاستراتيجي العسكري ما يفهم هذه الأمور، ولا حتى يريد أن يفهم نفسية العدو ويفهم مثلا كيف يدخل بحرب، هل هذا الأمر صح أو خطأ، لا، يهتم بالقوة هو أغلب، خلاص انتهى الموضوع. عندنا مفكر غاستون بوتول، هذا رجل عايش الحربين العالميتين الأولى والثانية. هذا رجل أدخل في علم الاجتماع مصطلح علم الحرب، اعتبرت من بعد مادة أساسية في صلب علم الاجتماع، فحاول أن يشرح أسباب الحرب وفق نظام معين باعتبار الحرب جزء من الجسم الاجتماعي يتجاوز حتى الأسباب السياسية المباشرة لكل نزاع، بحيث تنخرط الدول في الحرب لا بذواتها الاعتبارية وإنما الإنسان الساخط الذي يتم حشده من قبل الدولة والإعلام وتعبئته في عقائد مسبقة وقناعات، بحيث هو يريد يهجم، هو يريد يقاتل حتى وأن الدولة كانت لا تريد أن تقتل من خلال التعبئة، شحن. هاي نظريته يقول أنه يتم شحن الجنود والشعب بأكمله من أجل أن يدخل في حرب حقد، بدل أن الدول تعرف تعلم شعبها التسامح والمحبة، ناس تزور ناس، لا، أعقاد، فرس مجوس وعرب بربرة وهمج أو غيرها. إذن بهذا تنشأ الحرب من خلال إرادات جماعية، قيم جماعية معترف بها، ترتكز عليه من حسب الفيلسوف بوتول ترتكز على الامتيازات الاجتماعية والرمزية للمحارب. إذن أراد بوتول أن يجد الأسباب البنيوية للحرب، لكن هذا الرجل ما حلل لك النزاعات اللي تحدث في مثلا في حروب الاستعمار أو الثورات اللي تحدث ضد الظلم ضد الدكتاتوريات أو حتى الحروب الأهلية. كان هذا الرجل مهتم فقط بتحليلات رابعة من انخراط شعوب معينة بمواجهة النازية في أوروبا اللي هو كان معايشها. على العكس منه نجد أنه لحد الآن نحن نتحدث عن العدو كفكر أو الحرب كفكر. الفكر الماركسي أيضا له دور في فهم الحرب. فكر الماركسي اختزل لك كل سيناريوهات الحرب بأمور جدا بسيطة، بحيث يعني قال أنه السبب هي البرجوازية. البرجوازية هي العدو الوحيد للطبقات الدنيا، هاي كل الحروب هي حروب برجوازية وطبقات دنيا فقط هكذا. نعم يعني بإمكانك اليوم أن تلاحظ أن التفكير الماركسي تفكير بسيط وشامل، يعني بحيث أنه الحروب الدموية اللي حدثت بالحرب العالمية الأولى وحتى الثانية هي حروب بين البرجوازية وطبقات العاملة العاملة، هذا هو تفسيرهم. لكن
يعني رأيهم كل البرجوازيات تتنافس من أجل السيطرة على الطبقات العاملة في المجتمع الثاني. يعني حتى البرجوازية هي اللي تهيئ للملك أو رئيس الدولة أنه يدخل في حرب مع دولة ثانية حتى يستحوذ على أملاك الطبقة العاملة وكذا. هكذا كانوا يضرون. طيب يا ماركسين، الحرب العالمية الأولى شنو رأيكم بها؟ يقولون أنه الحرب العالمية الأولى كل قوى التحالف تحالفت ضد ألمانيا باعتبارها الخصم الأخطر مستقبلا. يعني ألمانيا والمحور، دول المحور كانوا برجوازيين، وبريطانيا وأمريكا دول تحالف أيضا برجوازيين، فبرجوازية ضربت مع برجوازية من أجل يتنافسون على الطبقات العاملة وخيرات الشعوب الأخرى. هكذا كان التفسير الماركسي. ممكن تلاحظ أو تتفق أو ما تتفق، تفسير ساذج يعني إلى حد ما. هذا التفسير الساذج الاختزالي سوف ينهار في أحد السنين. مع من أو بسبب من؟ بسبب الصين، بسبب الصين الشيوعية اللي المفروض تتحالف مع الاتحاد السوفيتي الشيوعي. لا، اللي سوته أنه الصين سوت لك تحالف دولي، بل هي كانت في عداء وخصومة مع الاتحاد السوفيتي بأمور كثيرة إيديولوجية وحدودية وبأكملها. فحاول الزعيم الصيني ماو تسي تونغ أن يفتح جبهة عالمية بقيادة الصين ضد الاتحاد السوفيتي، وبنفس الوقت ضد من؟ ضد الرأسمالية الغربية على حد سواء. ثاني حرب هاي وهاي اللي سماها بقتها العوالم الثلاثة. طيب وين البرجوازية يا ماركسين إذا أنتم تتحدثون بهذا الأمر؟ إذن تصرف ماو تسي تونغ نسف لك هذا التفسير الماركسي نسف تام. عندما تأتي إلى مفكرو الاستراتيجية المعاصرون، هؤلاء لم يسعوا إلى معرفة الكيفيات التي يحدد المجتمع بها أعداء أبدا. كان كل جهدهم منصب على هذا، منصب على وصف الحرب باعتبارها سبيل لمواصلة السياسة بوسائل أخرى. إذن هذه العبارة قد تكون صحيحة بين دولتين متجاورتين انتهت العلاقات الدبلوماسية بيناتهم واشتعلت الحرب بيناتهم، لكن هذا الأمر ما ينطبق على الحروب الأهلية، ما تنطبق على المجازر اللي حدثت بين في داخل مجتمع واحد، ما تدخل لك كذلك على النزاعات الدينية، وحتى عندما تأتي إلى حرب نووية وغيرها ما تدخل في هذا الإطار. إذن تجدر الإشارة إلى أمر مهم، أن الفكر الاستراتيجي العسكري تقريبا بطبيعته ما يتأمل فيه أنه يفكك العمق للعدو، ما يريد يعرف الـ الأمور العميقة، فقط يهتم بالظواهر وعلى أساسها يبني السيناريو. إذن الفكر العسكري الاستراتيجي على سبيل المثال ما يهتم بالأمور البنيوية ولا يهتم بأمور أخرى، فقط اللي يهمه الملامح الاستراتيجية للعدو فقط. إذن عندما نأتي إلى توضيح التقارير الاستراتيجية، هذه التقارير اللي بشكل عام اللي تتحدث لك فقط عن كل بلد وترتيبه بالقوة قياسا إلى بقية دول العالم، هاي الأمور اللي تهتم بها، كمية الأسلحة والعتاد اللي عنده، توزيع القوات في البلد وخططها وقدرتها على التكتيك وغيرها، وكذلك أهم نقطة اللي جدوى نظامها العملياتي عسكريا كيف تستطيع أن وهكذا. الناحية العسكرية تهتم فقط بالأمور العسكرية، ما لها علاقة بغير الأمور. إذن يأتينا فيلسوف أو مفكر ألماني آخر يعتبر أنه العدو خيار وليس معطى من المعطيات المتوفرة ذاتيا أو مسبقا. هذا ما يقول به المفكر الألماني كارل شميت. ولكي يقوم هذا الرجل ويحقق، يعني حسب رأيه أنه الإنسان يحقق دوره بالمجتمع، هذا الإنسان يجب أن يجد عدو ويحاربه عن طريق الدولة. الدولة يجب أن تجد عدو وتحارب هذا العدو وتوحد المجتمع. إذن سوف تغدو الحرب عمل سياسي، لأن هي فكرة بالبداية فكرة سياسية يقوم بها رئيس الدولة أو النظام السياسي من أجل أمور يستفاد من عندها الشعب. إذن بما أن الدولة تمثل الشكل المكتمل علما للوجود السياسي، فالدولة هي الأقدر على اختيار عدو وتسمية البلد الفلاني عدو والدخول في حرب.
مع هذا العدو. لذلك كارل شميت بوصفه مفوض للدولة اللي من حقها أن تجد أي عدو وتدخل في حرب معه منح تأييد الهتلر اللي كان قائد الدولة والمسيطرة على ألمانيا، وأهدافه واضحة وأعداء كثيرين. هتلر ممكن ينتقي أي عدو من عندهم ويدخل في حرب. لكن أحد أهم عيوب نظرية كارل شميت أمر مهم، إنه إهمال المساءلة في آليات اختيار العدو تحديده. ما هو المعيار اللي تختار هذا العدو عليه أو هذا العدو؟ وأيضا القواعد الإقناعية التي سوقها أكاذيب عن طريق الإعلام، بحيث يصف هذا العدو حتى لو كان مسالب جدا يسوي شيطان، وبالتالي سوف تكون الحرب مبررة، يصنع عدو من تحت الأرض. أيضا سوف نجد مفكرين آخرون مثل بول وولفيفويد، هذا رجل معروف اللي أدار مناصب عديدة في إدارة جورج بوش الابن، معروف هذا الرجل، هذا كان متأثر بالفيلسوف البنيوي ديوش تراوس اللي سوق مبررات فلسفية وأخلاقية لمفهوم الحرب الاستباقية. آراء وولفيفويد هي التي دعمت جورج بوش الابن وهندست لشن حرب على صدام وأسقاطه، وأيضا صنفت لك المعارضة ضد أمريكا على أنهم أعداء، أعداء محتملون للولايات المتحدة الأمريكية، من بينهم دول كانت حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أصبح هناك يعني تشابك بين حليف سابق إلى عدو محتمل. بكل الأحوال عندما نأتي ونريد أن نفكك سؤالين مهمين، ما هي الحرب؟ من هو العدو؟ من الناحية القانونية، كملنا من الناحية الفكرية. ما هي الحرب؟ ما هي العدو من الناحية القانونية؟ الحرب كما هو معروف هي نزاع بين دولتين، كل دولة تملك جيش نظامي، إذن هي فعل إرادي، وبالبداية يسبقها ماذا؟ يسبقها أعمال عدوانية، تراشقات على الحدود إعلاميا وغيرها، مقدمات مختلفة بالبداية، شغلات بسيطة. وبالتالي بمجرد أن تبدأ الحرب أو حتى مع هذه التراشقات على الحدود وغيرها، يصبح الجندي غير مسؤول جزئيا عن الأشخاص اللي يقتلهم. هذا لحد الآن ضمن قانون الحرب، إذا أريد نرجع إلى اتفاقية جنيف سنة 1949 ومعاملتهم للأسرى والقتل أو كذا. طبعا دول كثيرة سواء بقتها أو لربما لحد الآن ما تتفق مع ثقافتها، ما تتلائم ويا اتفاقية جنيف للحروب والأسرى وغيرها. مثلا اليابانيين ثقافتهم ما تعرف شيء اسمه استسلام، أو الجندي الألماني ممكن أن يقع بالأسر، يا إما النصر أو الموت، يا إما الجندي الألماني ينتصر أو يموت. إذن بناء على ذلك ما عندهم أي مشكلة إنه يقتلون الأسرى أو يعدموهم أو يعذبوهم من أجل معلومات أو حتى يتونسون بتعذيبهم. إذن قانونيا تعمد الدول في الأعمال الحربية كل الحروب اللي تحدث اللي مو من أجل أن يواجهون أعدائهم، سوف يتعرضون إلى مخاطر، وبالتالي قبلها يجب أن يوصمون أعدائهم بكل السلبيات الموجودة في الدنيا، بأن هؤلاء مجرمين وهؤلاء قتلة وهؤلاء كذا وكذا، بحيث يعني قبل ما يدخل حرب هو يفككه ويجردهم من إنسانيتهم، يفقدهم هويتهم القانونية. فأنت يا جندي متى ما ذهب تقتل ناس دي يتنزهون أو موجودين بدور سينما أو مسرح، أنت تذهب تقتل ناس أو باش برابرة همج مجرمين قتلة ممكن تصنفهم تصنيفات أخرى، إرهابيين متطرفين مخربين. إذن هذا لن يعني مسبقا قبل ما يبدأ الاعتقال أو القتل أو الحرب، هو تجرد المقابل، تجرد من حالته القانونية، يعني أنت مسبقا جردت من حقوق القانونية سواء دخلت معاه بحرب أو لقيت القبض عليه. بنفس الوقت راح تواجهنا هنا مشكلة. طيب مثلا أنتوا دولة أمريكا احتلتوا دول في أوروبا أو في آسيا أو حتى عندما أسقطوا صدام وغيرها،
كيف سيتم التعامل مع المدنيين اللي يشاركون في أعمال حربية ضد أمريكا مثلا في العراق أو أفغانستان وغيرها؟ هؤلاء مثلا الناس يقولون نحن مقاومين للمحتل أو غيرها، مؤكد قانونيا سوف يتم التعامل معهم كمجرمين ويدانون كمخالفين لهذا القانون وفق تشريع ما، تشريع سوف يتم ابتكاره من قبل هذه الدولة بحيث يتم تشريع وتصنيف جديد يسم الأعداء الذين يتصدون على سبيل المثال للولايات المتحدة الأمريكية. يعني المصطلح أعتقد اللي وجدته أمريكا اللي بالعراق سمت المحارب غير الشرعي بالنسبة للمدنيين، ليس عسكر، مدنيين ويواجهون الولايات المتحدة الأمريكية. لا يوجد مسمى في القانون الدولي، لا، هذا موجود فقط عند الولايات المتحدة الأمريكية، المحارب غير الشرعي اللي ما موجود بالقانون الدولي، من أجل أنه تجد صفة قانونية لهذا اللي حاربهم، سواء اعتقلوا بالسجن ينتزعون منه معلومات بالتعذيب أو غيره، أو حتى القاعدة طالبان اللي أخذوهم وين؟ لغوانتانامو، حتى لأن إذا ودوهم لأمريكا يعني أراضي أمريكية يجب أن يحاسبون وفق القانون الأمريكي، يعني لا تعذيب ومحقهم محامي وهكذا. إذا حتى نجردهم من هذا الحق نوديهم بجزيرة يم كوبا غير تابعة لأراضي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي احنا نتفاهم وياهم ونعرف شلون ناخذ معلومات، لأنه مثلا هذا المدني اللي هو ارهابي بالقاعدة قتل جندي أمريكي، فعلى هذا الأساس يتعاملون معه. هذا الأمر ما موجود بالقانون الدولي. إذا الدولة القوية هي اللي سوف تجد قوانين وهي تحددها وهي تسير على مقتضاها. نعم القانون الدولي ما ينطبق على كل الدول، القانون الدولي بكل الأمور، سأترك هذا الموضوع الذي تحدث به عن الحرب وكذا، دائما القوي هو اللي يفرض سيطرته. يعني تخيل نفسك قوي ما راح تتصرف مثل أمريكا أو بريطانيا العظمى وغيرها، هكذا هو الحال. فهذا القوانين ما تتطبق على الكل، حتى القوانين الموجودة باتفاقية جنيف. إذن هو موضوع أحادي الجانب من منطلق حكم القوي، حكم القوي على الضعيف، بحيث يصبح الطرف الأقوى هو اللي يشرع القوانين، هو اللي يجرد الآخرين من حصانتهم أو يفعل بهم ما يشاء، كما تحدثنا أنه ممكن يوديهم إلى جزيرة غير تابعة الأراضي. الحقيقة طرقنا للحرب من ناحية فكرية ومن ناحية قانونية، ماذا عن الناحية الاجتماعية؟ الحقيقة أن التفرعات القانونية والفكرية ما استطاعت أن تصف العدو وصف ممكن أن نلمسه لمس اليد، أو ممكن أن الدول بأكملها أو الناس بأكملهم يتفقون عليها. لذلك لابد من اللجوء إلى الفلسفة وعلم الاجتماع من أجل رؤية ما هو رأي علم الاجتماع كيف يصف العدو. الحقيقة حسب علم الاجتماع يلبي وجود العدو حاجة اجتماعية، وعادة هذا العدو ما يكون جزء من متخيل جمعي خاص بالجماعات على اختلاف انتماءاتها. لا توجد مجموعة داخل بلد لا تكره مجموعة أخرى في بلد آخر. إذن العدو هو أنا أخرى، نحن نصبغ عليها الصفات فنجعله مثلا في لحظة ما حسب مصالح أنه هذه يهددنا، أنه هذا يعني أرسل إرهابيين إلنا أو هدد مصالحنا أو غيرها، من أجل أن نبدأ باستخدام العنف ضده شرعيا وقانونيا وسياسيا. عندنا مسوغات. الحقيقة عندما تأتي لأحد الفلاسفة الفرنسيين اللي هو الفيلسوف جان فرانسوا ليوتار، هذا الرجل في كتاب عنده وهم الهوية قال أن الوقائع السياسية ليست موجودة بشكل مختزل وبسيط كما نتوقع، إنما هي موضوعات تفسير وفق محددات معرفية عاطفية ورمزية. يقول نعم هذا الأمر موجود في كل مجتمع، بحيث يشكل المجال السياسي مسرح لفهم أهمية أفعال الناس وصداها وأدراكها. الموضوع بأكمل موضوع سياسي. إذا تدخل حسب ليوتار تدخل صناعة العدو في هذه الآلية، موضوع سياسي بحيث يعاد تهيئة الجماعة
من أجل رص هويتها الموحدة، تصبح الجماعة المعادية لهم ممكن تضحي بها، ممكن أن تبيدها. يضرب لك مثل بموضوع ما على هذا الكلام، يقول على سبيل المثال عندما تأتي إلى باكستان والهند، هذا مثل جدا واضح، لا يمكن أن يجتمعون باكستان والهند لأن بيناتهم اختلافات دينية، وهي هاي بالأصل يعني الأساس اختلاف ديني، هندوس مسلمين، اختلاف أيضا بعرقياتها بهوياتها بثقافتها، عداء متبادل سنين طويلة، فهؤلاء لا يمكن أن يتحدون، لكن واحدهم شيء واحد، ما هو العداء المتبادل خصوصا للسياسيين بالبلدين. تعال أيضا على تركيا، أو لنجد مثلا اليونان والأرمن في عداء مع تركيا، فدائما عندهم عدو تقليدي متمثل بمن تركيا، يعني اليونان عندها عدوها تركيا، والأرمن أيضا عندها عداها تركيا، إذن وجدت لها مسوغ حتى ولو لدى السياسيين أنه هؤلاء يجب أن نصدم لهم بالانتخابات أو غيرها وكذا. هكذا حسب رأي دوتار أنه داخل البلد هو شأن سياسي بالأصل ثم يتحول إلى عسكري أو غيرها. إذن هذا ما في طبيعة الحال أنه هذا التحليل ممكن أن يصلح في الديمقراطيات وليس فقط في البلدان الديمقراطية شبه الديمقراطية أو الدكتاتوريات. نعم هناك ثقافة يتم ترويجها في الصحف والإعلام، دعايات محرضة على أن هؤلاء إرهابيين هؤلاء أعداء، وطبعا أي دولة لا يمكن أن تعدم الدعاية، الأمن الغذائي مهدد، الإرهاب، التطرف، انتشار أسلحة نووية على جماعات مسلحة، الأمن المعلوماتي، جريمة منظمة، أمراض مختلفة، فيروسات راح يضربون الكذا وهكذا. إذا مشاعر الناس ماذا سوف يحدث بها؟ سوف تتوحد أمام هاي التنبؤات والدعايات المتعلقة بهذه المخاوف، ولهذا لابد من دعاية. كل حرب لابد من دعاية يشير إلى أنه عدو، وهذا العدو يتربص بين الدوار، وهذا العدو يجب أن ننتصر عليه من أجل أن شعبنا يعيش بأمان. هنا يأتي دور المضخة الإعلامية، الفضائيات، السينما، التلفزيون، المسرح، الأفلام، المسلسلات، كلها بأكملها تستثمر هذا الخوف والضخلة، مسلسلات وأفلام وبرامج وروايات وتحليلات مستمرة 24 ساعة، تظهر لك العدو بأنه هذا العدو يجب أن نتخلص منه، مثل السن كما نقول بالعراقي السن المقلقل، يجب أن تتخلص منه، تشلعه وأنت تستطيع أن تسيطر عليه، أنت قوي، فقط يراد لك أنه عزيمة من عندك. وهؤلاء الأعداء طبعا دائما الصورة ما لي علاقة أنه حقيقية أو لا، السوفيت والألمان وطالبان والصدامين أو كذا، أناس يعني بدون رحمة بدون شفقة، ما عندهم كل إنسانية بحيث يقتلون يتلذذون بالقتل، يعني هاي البروباغاندا اللي يقولوها شعوبهم، كما يصورون لك مثل تنظيم القاعدة خطر أسطوري على الولايات المتحدة الأمريكية، ويركزوا لك على هؤلاء الجهاديين المتخلفين اللي عايشين في كهوف ما قبل التاريخ، وكل هدفهم إبادة الحضارة الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يتم تصوير هؤلاء الناس اللي أو جنود الأمريكان اللي راح يصدون أبطال حقيقيين يصنعون معجزة النصر. هؤلاء عندهم إصرار وصبر وعزيمة، مهم جدا هذا التحريض ضد عدو واقعي متخيل أيا كان، كفيل بأن يدفع قسم كبير من الناس أنه يصبحون مواطنين متحمسين لهاي الحرب. تذكرون فيلم اللي تحدثت به Walk the Dog، هزت الكلب أو الكلب يهز ذيله، داستن هوفمان وروبرت دينيرو، عندما الحكومة الأمريكية عندها انتخابات والرئيس عنده فضيحة جنسية فيجب أن يخلق له حرب وهمية، فيجدون أنه دولة ألبانيا هناك مسلحين وصلوا لكندا وراح يدخلون الولايات المتحدة الأمريكية، إذن الجنود الأبطال الأمريكان، هي كلها كذب، كلها بالإعلام، حرب حرب ليس لها أي، بحيث إذا تذكرون راجعوها الحلقة، الاستخبارات الأمريكية تلتقي بروبرت دينيرو اللي يروج لهذا الشيء، تقول له يا أخي لا جيش تحرك ولا عندنا أسرة ولا دخلنا باشتباك، هاي الأخبار منين يجيبوها؟ فهكذا يعني حرب تلفزيونية. إذن
العدو أصبح عبارة عن كل، كل أيا كان هذا الكل، وهذا الكل الآخر يمكن قتله هو اللي يعيش وياه وبشكل شرعي، تقتله وأنت مرتاح الضمير. إذن هذا ماذا يدل؟ هذا يدل على أمر جدا مهم، أن العدو يصنع في سياقات اجتماعية وثقافية بالدرجة الأولى، ثم يصعد للسياسة، ثم يتحرك الجيش. نعم، على سبيل المثال عندما تأتي للتنظيمات الجهادية الإرهابية، هي جهادية سميها، أو حتى الميليشيات المختلفة، هاي ماذا سوف يسموها؟ سوف يسموها أعمال إرهابية ينتج عنها وقوع عدد من القتلى، حسب مثلا وجهة نظر الأمريكية، قتلى مدنيين بريئين كثيرا يرتكبون هؤلاء المجاهدين، يقتلون الناس والميليشيات تقتل. لكن بنفس الوقت عندما تأتي الواقع، هي مو فظاعة القصف الجوي الأمريكي اللي يستهدف مثلا أيضا مدنيين وممكن يروحون خسائر بها كثير المدنيين، لكن تعرف الآلة الغربية ممكن تحاول تخفف من هذا الأمر، هي ليست يعني بذلك السوء. لكن عندما تضعهم تحت مصدر واحد، أنه الجهاديين يقتلون والميليشيات تقتل والدول المستبدلة تقتل، الطيران الأمريكي بنفس الوقت يقتل ويقصف ويموتون ناس أبرياء. على سبيل المثال حتى الإعلام والبروباغاندا والمحللين السياسيين الأمريكان وهؤلاء اللي يتحدثون باسم البيت الأبيض وغيره، سوف يستخدمون مصطلح الإخفاء أو الاعتقال القسري عندما يصفون أي عدو مثلا موجود بأمريكا الجنوبية، سوف يقولون احتجاز رهائن. إذا العدو موجود بأمريكا الجنوبية، أحد دول أمريكا الجنوبية، يسموه احتجاز رهائن. لكن حسب الكاتب يقول إذا كانت إسرائيل هي اللي تعتقل، لا، سوف يسموه اعتقال إداري. لماذا؟ لأن إسرائيل حليفة للولايات المتحدة الأمريكية. طيب إذا كانوا جهاديين، قاعدة، ما أعرف إيش التنظيمات الإرهابية، الميليشيات، عمل إرهابي يسموه، أو اختطاف، هكذا هو نفس الفعل، نفس عملية الاختطاف، سميه الاعتقال القسري، سمي الإخفاء إذا أريد قانونيا على كل المستويات، نسمي إخفاء أو اعتقال قسري. لكن إذا الدول قريبة من عندنا، مأديتنا مثل أمريكا الجنوبية، نسمي احتجاز رهائن. الصحف والإدارة الأمريكية، إذا إسرائيل حليفتنا نسمي اعتقال إداري، إذا لا طالبان أو الميليشيات البقية نسمي عمل إرهابي أو اختطاف. بناء على ماذا؟ بناء على صنع العدو. احنا صنعنا، نحن صنعنا عدو، والمسميات تتبع صناعة هذا العدو. على سبيل المثال المؤلف ماذا يقول؟ يقول إيران، كلام للمؤلف ليس لي، يقول إيران أقل إرهاب من باكستان. باكستان طب بالفعل يعني أنا كلامه صحيح، لأن يعني الشعب الباكستاني غالبية العظمى مؤيد القاعدة. يقول تتمركز في باكستان معظم الحركات الجهادية المتشددة والتنظيمات الإرهابية على الإطلاق، وباكستان تملك سلاح نووي، إيران ما عندها سلاح نووي. لكن واشنطن بسبب صناعة العدو اختارت أن تتحالف مع باكستان وتضمها إلى جانب الأصدقاء، وبنفس الوقت ضد إيران اللي يسميها أعداء. نفس الشيء يقول المؤلف أن السعودية أكثر تطرف من إيران. بالفعل يعني عندما تأتي إلى اللي فجروا برجي تجارة، هم كلهم تقريبا سعوديين، وياهم واحد مصري له اثنين إمارات وبقية باكستان، اثنين ثلاثة أفغانستان. لكن مع ذلك يعني هو يقول السعودية أكثر تطرف من إيران، لكن مع ذلك السعودية حليفة الأمريكا وإيران عدو الأمريكا. طبعا هو الكتاب طويل جدا وكذا، شيء بسيط، لربما نكمله بحلقات أخرى. انتهت حلقة اليوم، شكرا لكم.